هل مللت الحياة في فطر؟ نعم، بشوف حياتي زرقاء على طول. هل تعاني من أب مفرط في الحماية؟ الغابة المحظورة محظورة للكل، سأعاقبكم. لا أشعر بالراحة تجاه هذا. إذن حان وقت تجربة شيء جديد. رأيت صنفورا. أهذه هي القرية الضائعة؟ شكلهم ليس مهما لنا مطلقا، ما زال علينا تحذيرهم. نحن فريق السنافر. وبالفريق أعني أنا وأنت، مع هذين أقصد أنا وأنت. ماذا؟ تمالك نفسك. هذا العام. هوي مفكر غبي، حتى هذا ليس مقنعا لأحد. تسلل إلى عالم واو به جمال يفوق الخيال، وكأن هذه تمرينات لعينيك. ووحوش لا تأكلوا كل مؤونتكم. أكل من التوتر. تمرح بلا قيود. كيف نصنف هذا الآن؟ احتموا. هل رأيت شيئا بهذا الجمال من قبل؟ التقينا بصنف سنافر جديد، أحيانا يكونون مخيفين بشدة. أنا أشعر برعب شديد يا أصدقاء. جئنا لنحذر كل من شرشبيل. فتيات تشكيل حماية. يا فتيات السنافر لا يمزح. ماذا يحب؟ هو ده بقى اللي بيسموه عينه في أفاه. أسرعوا. ها؟ يا ويلي. السنافر، القرية المفقودة. أنا قائدة السنافر. أنا قائد السنافر الوحيد. يا ويلي. كما تحب يا بابا غنوج.